في يوم المعلم نحتفي بمن لهم الأثر في حياتنا ومن علمونا وكانوا لنا قدوة، واليوم نجتمع مع الأب الروحي لخريجين الإعلام بجامعة البحرين سابقاً ومن كان له الفضل في تعليم أجيال من الإعلاميين الشباب في البحرين. اللقاء السنوي الثاني مع الدكتور محمد السيد. جاء أكتوبر وجاء معه أعز الناس، هذه الفرصة الثانية لألتقي بطلابي الذين لم تنقطع صلتي بهم ولم ينقطعوا عني. هذا اليوم عيد الوفاء من صوبي ومن صوبهم، وأنا أسعد الناس بذلك. وكل أستاذ في الدنيا رأس ماله وقلب سعادته هو طلابه، وأنا أراكم منورين وفائزين ومتقدمين وناجحين، وهذا بالنسبة لي قمة السعادة. فهذا يوم سعيد وألتقي بأعز الناس. الدكتور محمد السيد لأنه هو الأب قبل المعلم، لأنه هو يمكن يعلم الطالب شلون يكون إنسان حقيقي قبل ما يكون إعلامي حقيقي، لأنه هو غرس فينا المشاعر الكبيرة قبل المعلومات المهمة. والاثنين حقيقة المشاعر والمعلومات لليوم مغروسين في قلوبنا وعقولنا وماشيين معانا بإذن الله طوال حياتنا، نستذكرهم في كل تفصيل من التفاصيل. يمكن الدكتور محمد السيد مثل ما قالوا العديد من الطلبة هو من أكثر الناس اللي مروا علينا في حياتنا، سواء كانوا أساتذة أو غير أساتذة، قلوبهم متسعة لجميع الناس. ففعلا دكتور أثر فينا وترك أثر كبير في أنفسنا، وله فضل علينا وعلى إعلاميين كثيرين في البحرين. يستاهل كل خير الدكتور، وهاي اللقاء يعني تعزيزا ليوم المعلم وحبا في الدكتور وفي الخير اللي علمنا إياه، وهي مبادرة بسيطة شخصية بدأت، واليوم ما شاء الله قاعد تكبر بحضور طلابته وخريجينا من دفعات تقريبا 99 لليوم. في البداية عطانا العلم الصحيح والأسس الصحيحة للإعلام، ثانيا علمنا أخلاقيات الإعلام، الشيء اللي هو جدا مهم بالنسبة للإعلامي، ثالثا هو بالنسبة لنا أب روحي، يعني هو داعم لنا في مسيرتنا الإعلامية، يحمل مسؤولياتنا قبل التخرج وبعد التخرج أيضا، دائما حريص لوين وصلت وشنو الشيء اللي تطمحون له. دكتور محمد السيد دائما الأب الروحي، صيته واصل مو بس عندنا، ناس من برا قاعد يكلموني دايركت بالانستغرام، شنو هالدكتور اللي انتو كنتو محظوظين فيه ونتمنى مثله عندنا في كل مكان. فشكرا دكتور محمد سيد انه كان صيتك موجود عندنا ومنتشر في كل مكان. هو اكبر شاهد بالنسبه لي على ان التربيه تسبق التعليم، لان من خلال بعض مدرسينا الافاضل مثل دكتور محمد السيد عرفت ان في بعض القيم ما تشترينها بفلوس الدنيا ولا تدرسينها في كتب، تتعلمينها وترسخ في قلبك قبل ذهنك. هذا الإنسان هو اللي علمني هاي الشيء، وهو الليجاسي، وهو اللي خلانا نحب السينما أكثر، صرنا نحب نعرض أعمالنا عليه قبل ما نعرضها على شاشات السينما أو يوتيوب أو اللي هو. فكلمة شكرا قليلة بحقه، بس شكرا دكتور. طبعا أنا يعني أحدث خريجة من خريجين دكتور محمد السيد، وسعيدة جدا بالتجربة دي. هو دكتور ملهم وإنسان طيب، وحقيقي كلمة شكرا عمرها ما توفي اللي احنا نقدر يعني نوصل هولو. كلمة شكر حق الدكتور محمد السيد لأنه علمنا أن شغفنا مو بس يعني في الكاميرا ممكن يتعدى حتى الكاميرا، ممكن يوصل لأبعد أفق، وأن علمه وأثره ما زال موجود فينا لباقي السنوات. وكل شخص فينا عنده كنز، بس اللي اكتشفه من هو الدكتور محمد السيد.